السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب هنبدأ الليست ديت هي عبارة عن أحسن اليونيتات اللي ممكن صنع عليها في كونكورس بليد طب ليه دول الأحسن؟ سواء عن طريق لعبهم أو قدرتهم على انهم هم يأوبليتريت أو يشيلوا ويز من الكونود قدامك أو لهم طريقة لعب سبيشال بتنفع في بعض المواقف زي الشينجي مثلا انهم هم بيربوا من فوق السور او زي كوين نايس ان هم عندهم اميونيتي تقدر تستغلها ان انت تكونتر اي يونت من الضيقات قدامك فتعالوا كده نمشي بالراحة واحدة واحدة طبعا انا هنا ايه عكس النسخة الانجليزي انا همشي بال... بال... بالعرض هوريزونتال مش همشي فاتيكال فانا هاخد لك الاس تير كلهم في التير 5 بعد كده ننزل للتير 4 وهكذا طيب الليستة عندنا هنا بتبدأ باليينيو دالز والجوانجي هيفي كافري طيب ليه الاثنين دول يعتبروا احسن اثنين كافري في اللعبه؟ سبب رقم واحد ان هما كان بي ايزلي نافيجيتد في الهارد تري بمعنى ان انت لو دخلت دايما مشكلتك ان انت لو دخلت بكافري جوه مدينه او جوه بيوت او جوه حانات ضيقه بيبقى صعب جدا تنافيجيت بالكافري وغالبا بيخبطوا منك في الحيطه وشبه مستحيل ان انت تعمل بيهم تشارج الا لو الكافري دوت عندهم كفر كوماندر جميل طيب الجونجيا ريكفري والينيو ده بيحلوا لك المشكله دي تماما لان هما بيمشوا باكس اللي هي الفورميشن على اساس ان هي الكفر كوانتر بتاعته جميل فكل اللي انت محتاج تعمله ان انت مثلا في الينيو ده اللي هو بيحصل في ديت العشمال خالص هتشحن السكيلر رقم واحد وهتمشي باكس اول لما تلاقي انمي يوصل عن رقم واحد طبعا هتاخد منك الريج بتاعها او الشحنه بتاعتها وتطلع الديفستيتنج ده مش مش عايز اقول لك ان هي ممكن تشيل ريبرز لو جت في طلعه. وطبعا اخواتهم هيكونوا الجورنجي هيفي كابري وليه قلت اخواتهم لان الاثنين يعتبروا يونيتات تشاينيز أه، فمعظم الدكتور السبيشال اللي بتتحط اللي على اليونيتات التشاينيز هتركب عليه تقول لي زي مين اقول لك زي الدكتور اللي بتديهم مثلا 25% او 30% لو خدتها تير 5 ده مش ريدكشن وبتقعد تقل مع كل ضربة ولكن النصيحة برضو صغيرة كده هتلاقي على الينيو داو دكتور تانية بتديك 15% طبعا انت ممكن تستكي اتنين ما فيش مشاكل كان انت تاخد 35% ديفنس زيادة ولكن انا بالنسبة لي حسيت ان ال 25 اللي بتقل 5% مع كل ضربه ملهاش لازمه قوي وممكن اضحي بيها مقابل زياده في الدمج. ده برضه كان بيرسونال تشويس بالنسبه لي فقلت اقوله لك. المهم الجوينجا ايفي كاميرا يونت قويه جدا كل اللي انت محتاجه ثانيه يعملوا فيها تشارج. يعني انت بس محتاج تدوس تشارج في اي حته هتشوفها في الفيديو دلوقتي. دوس تشارج في اي حته. مجرد بس ان هم يرفعوا الرمح وما كده دخلوا في موديل التشارج اتحرك بيهم باكس ودي غلطه او كون ميستيك الناس كثيرة جدا 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 بتقع فيها قوه الليجوانجيا مش في الاسكيلا رقم 2 الاسكيلا رقم 2 مش بتطلع دمج بالمقارنه بالتشارج اللي هي اللي بتطلع دمج من الاسكيلا رقم 1 الليجوانجيا هي زي كاري الاسكيلات بتاعتهم رقم 2 فايدتها هي سي سي اميونيتي ان انت لما بتضربها بتاخد ثانيتين الحساب دي بتقف فانت بتكونتر بيها بعض اليونيتات زي الفالكونيتي اللي عايز اوك زي البيفيس كروز لما بيضربوا عليك البولت اللي بيوقف الحصانه برضه مش هيوقفوا لو دوست اتنين يعني وال والسيفناري بما ان السيفناري بيحذفوا النار فلو انت دوست اتنين مش هتاخد سي سي من النار وهتقدر تخترق النار ديت وتقتله وتمشي برضه ممكن استخدمها استخدام تاني ان انت لو دوست تشارج ودخلت وعديت الانمي وعايز ترجع بقى بس انت التشارج لسه فيها كل ده فوانت راجع طبعا يكون يمسكوك ميني ولا تشارج ولا اي حاجه فهتدوس ليه وانت راجع يعني تدوس اكس على مكانك مكان ما انت واقف وهم راجعين لك كده ماشي هتدوس ايه بقى؟ هتدوس رقم اثنين طب دي تعمل ايه؟ هتديهم سي سي ميلتي وفي نفس الوقت لو انت قتلت بيها اي حد هيديك كل دول على الاسكيلا رقم واحد اللي هي التشارج فتفضل رايح جاي بيهم باليونت طول ما حدش عارف يوقفك ودي برضه هتشوفها في الفيديو قدام. طيب بعد ما فوقنا من التير كافري نخش على التير سبيشال. التير سبيشال طبعا زي ما انت عارف هم ايه؟ فيري 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 سبيشال يونتس. ليه هم سبيشال قوي كده؟ لان هم ليترالي بيعملوا حاجه ما فيش اي يونت ثانيه في اللعبه بتعملها، وعشان كده هم سبيشال. السبيشال يونت في الكاتيجوري عندنا هما يعتبروا ثلاثه بس في اللعبه. تقريبا يعني هما السيفوناري والفالكونيتي والزاتاليان اللي هما تير 3 طيب بالنسبه للسيفوناري مهمتهم الوحيده ان هما لما يكون قدامك لوكشة مش عارف يتعامل معاها ومعاك بس تشيندو بايك قدامك السيفوناري هتقوم بالواجب وزياده طول ما حدش عارف يوصل للسيفوناري ويقتلهم لك السيفوناري تعتبر اعلى واقوى دمج في اللعبه اجينست بلوبس البلوبس دي اللي هو ايه يعني تجمع كده من قدامك عشان تبقى فاهمني برضه والفالكونيتي الفالكونيتي مهمتهم ان هم يضربوا من مسافه الفالكونيتي يعتبروا فري ارتلري لو انت عايز تكسر بريتش ولا حاجه عايز تخش ماب مثلا معينه فيها بريتش في الحيطه او حته بتتكسر في الحيطه فانت ممكن توفر الارتلري بتاعك وتلعب بالفالكونيتي نفس الكلام لو انت ديفندر وعايز تكسر السيش تاور في ستايل قوي في الاستخدام بتاعها نقطتها الوحيده ان هي ضعيفه جدا لو في هيرو عرف يوصل الاستخدام الاقوى للفالكونيتي هو ارتلري من زوايا صعبه بمعنى ان انت ممكن تحطهم على الوول او في بعض الاماكن لو الوول قصير مثلا وتخليهم يرموا فيرموا الكانون بولز بتاعتهم تعدي الوول وتقع في حته معينه بيكون فيها تجمعات من الانيل وطبعا دي بتطلع بلانت دامج فما بالشيلدات مش زي الرصاص عشان برضه في ناس عندها لبس في الموضوع يا جماعه دي مدافع بتطلع بيور بلانت دامج ما بتتاثرش بي البلوك بتاع اللي قدامها مش زي الرصاص خالص الرصاص بيقف الشلت بيقف البلوك لكن الكنون بولز بتاعت الفلبرتي لا بعد كده ننتقل للرينجت اس كتير يونت في التلفايف والله إيه انا طبعا كان في اختيار بلا تردد وهو الشينجي السبب الرئيسي اللي ممكن يخليك تجيب شنجي مش الرصاص ومش الدوش بتاع الرصاص خالص ولكن هو الارك بتاع القنابل بتاعتهم بمعنى ان انت حرفيا اكتر استخدام ليهم هيكون ان انت واقف على الحيطه وبترمي على تارجت تحت او واقف برضه ورا شلدات ورماح ومعاك تشيس فلاني يعني معاك فبرضه هيقدوا معاك لان القوائم بتاعتهم بت يعني بتكفر اريا محترمه قوي قدامك يعني ولكن اكتر استخدام للشينجي هيكون ان انت مثلا واقف جنب سور ماشي والناحيه الثانيه في انمي فانت هترمي القنابل من فوق السور وعشان كده بقول لك دول احسن ارك ممكن تحصل عليه حرفيا الارك بتاعهم فيرتيكال شبه المورتار جميل فالقناه بتيجي من فوق السور وتنزل على الانمي اللي هو متكفر بالسور دور طبعا لو في سبيشال يونت ضعيفه جوه زي مثلا في ولا سيفوناري ولا زكايا ولا رينجن ماتت لان ما بتستعملش جد القنابل فعشان كده هي تطور احسن يونت رينجن في التير فايف عشان الارك بتاع القنابل بتاعها معلومه صغيره برضو لو انت مش عايز تشوف الفيديو بتاعهم فدي اهم معلومه في الفيديو بتاعي لو انت واقف ورا كفر يعني قدامك بايكات وشندات وانت واقف رميت قنابل ما تتحركش وما تدومش اي اوردر ليه؟ بعد ما بيرموا القنابل لو هما شايفين التارجت قدامهم مكان ما القنابل وقعت هم هيبداوا يضربوا رصاص لمده خمس سبع ثواني كده وهيضربوه بأكيرسي تقريبا 100% بدمج اعلى بفاير ريت اعلى فالبف الصغير ده ما تحاولش تضيعه طيب اليونت اللي بعدها لان الهاونز من تعتبر يونت يعني مش عارف اقول لك ازاي بس هي بتفشخ الاي اي في افكاره طب يعني ايه بقى اللي انا قلته دوت؟ انت هنا في اليونت لما بتدوس في اليونت بتجري ناحيه اقرب تارجت بالنسبه لها جميل؟ طيب ايه رايك بقى ان التارجت دوت يكون كلب وسريعه؟ طبعا الاي اي بيتزاول جدا 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 من الكلاب وده يعتبر اكتر استخدام في ابيوزمنت للكلاب اللي هو ايه تخلي الاي اي يجي لوراه او تزاول الاي اي بالكلاب بتاعتك وعشان كده هي الاس كتير بالنسبه لي دون عن بقيه الرينج ديونتس يعني اكتر استخدام واحسن استخدام بالنسبه Huntsman هو ان انت واحد بتزاول الانمي بالكلاب بتاعتك لو هو داس بيه او سابهم كده صرف عنهم مثلا ثواني ولا حاجه هيقعدوا يجري ورا الكلاب مش هيعملوا حاجه انكلين ان هم عندهم 3 آه، سكيلات والثلاثه بيستكوا على بعض يعني لو انت ضربت سكيلتين على بعض واحده منهم بتاخد فاير ريت اعلى لو انت مش عارف شوف الفيديو بتاعي عندهم ثلاثة سكيلات منهم واحده بويزن وواحده سلو وواحده فاير ريت عالي فكانت فيرستايل كويسين جدا بمعنى ان انت لو في كافر داخل عليك ولحقته بالسلو ده تقريبا شبه مات لان السلو بينكريس دامج الكناب على التارجت فلو ضربت الحصانه دي سلو ولا والكلاب بتاعتك لحقت توصل لهم الحصانه دي غالبا ماتت أه نفس الكلام ينطبق على الرماح الرماح تطول من اكتر اليونيتات اللي بتتزاول بالكلاب وبيلفوا يعني ايه لما يبقى في فرقه رماح قدامك سواء موداو او فورتبراسيو جميل من الحاجات اللي بتلف اوتوماتيك خد بالك ان السان وورد هتكلم هنتكلم عليها كمان شويه مش بيلفوا اوتوماتيك مش انا بتكلمك عليها الرماح بتلف اوتوماتيك اللي هم زي مين اللي بيلفوا اوتوماتيك اتنين بس فورت براسيو يبقى اضرب الاسكيلاه رقم ثلاثه وراهم بمسافه طب ده هيتسبب في ان الكلاب هتخش تضرب كل واحد ضربه وتعدي الناحيه الثانيه توصل في ضهرهم بعد كده ترجع لك تاني. لو ما فيش تارجت يخلي المداو اللي قدامك دول يفضلوا باصين لك هيبصوا للكلاب اللي ورا. طبعا ده معناه ايه؟ ان هم هيسلموك ضهرهم. طبعا دي كريتيكال. تقدر بقى تعمل اللي انت عايزه. تتشارجون بحصانها تتشارجون بميل انت بيو قلت فعشان كده تعتبر من احسن اليونيتين اللي بتزاول البايكات اللي بتلف اوتوماتيك طيب بعد كده هندخل على الانفنتري توب 3 انفنتري في التير 5 طبعا بالنسبه لي رقم واحد هيكون الكوين نايت والكوين نايت يونيت فيرستايل جدا 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 وهي احسن باكلر يونيت ممكن تحصل عليها حاليا في اللعبه طيب ليه الكلام دوت؟ اكثر استخدام ليها لليونت دي بالذات هيكون في الوور ليه؟ لان هي عندها في الاسكاليه رقم واحد ثانيتين وراهم ثانيتين سي سي اميونيتي طب ده معناه ان يعني انت ممكن تستخدم الاسكاليه رقم واحد ان انت تبوش بايكات من غير ما تاخد دمج من غير ما يخربشوك في نفس الوقت الاسكاليه رقم واحد بتكونتر الوي بتكونتر الريبرز بتكونتر السالادرز تقريبا بتكونتر معظم الابنتري بلا يعني الاسكاليه دي رهيبه وللعلم بالشيء لو انت عرفت تقرب من السفوناري وضربت السفوناري رقم واحد حتى لو السفوناري جاب عليك ميلار هتاخد اميونتي وتضربه تقتله. طبعا لو انت السفوناري رقم واحد ضاعت منك قبل ما توصل للسفوناري وبعد كده حرقك فاليونت ماتت. ماشي انا باكد عليك النقطه ديت ان انت اليونت دي بقوتها في الثانيتين الاميونيتي بتوع السكليه رقم واحد ضاعوا منك او ضربتهم غلط اليونت دي هتموت منك. فاهم حاجه في اليونت دي الطيب. ظبطته اليونت دي يستتر معاك. ايه اليونت اللي وراها هتكون السانورد فالانس السانورد فالانكس كان فيهم ميكانيك رائع جدا 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 وهو الشيلد وان هم ما بيلفوش اوتوماتيك طبعا مش هنفتك لو ادالهم جميل انت لازم تدوس في للسانورد وهم في البريس عشان يلفوا من غير ما تدوس في مش هيلفوا السانورد فيلينكس الشيلد بتاعتهم بتحميهم من اول ضربه ايا تكن بقى قنابل فالكونيتي تربوشي اول ضربه هتيجي في الشلد هتتكنسل والشلد بتعمل ريجنريت اوتوماتيك طول ما انت واقف اوت اوف كومبات يعني كومبات خلصت واقف كده على قد ما هتريجنريت شيلد عادي والشيلد محترم الشيلد هنا تقريبا بتلت او نص الاتش بي بتاع فمش وحش الدمج بتاعهم يعتبر الاقوى على الكافري مش محتاج تستخدم السكيلا رقم اتنين تقريبا انت محتاج بس تقف بريس كده والكافري ده عليك الكافري ده اعتبره مات الأسكالية رقم اتنين جميلة جدا لو انت عرفت تظبطها نقطة ضعفهم الوحيدة ان انت لو سبت الانمي قرب منك فانت الشوكة بتطلعش دمج فانت البريس بتاعهم معمول انك تتحرك قدام وورا بحيث انك دايما تخلي الانمي على طرف البايكات بتاعك ده مكسيمال دمج اللي وراهم هتكون المداو جميل الموديل تعتبر احسن بايكات انتي كيف وبرضه زنكات يعني هيستحملوا من الضرر طبعا في ناس كتير قوي 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 بتشتكي انه هو لما بلعب بايكات بيلاقي واحد ريش قدامه يفضل يقتل ي... اليونيت وخلاص كده راح ماتت وهو عنده حق يعني فالموديل بتحل لك المشكله ديت بشكل جزئي ان هي عندها اعلى ديفنس كبايك يونت بلس ان هي برضه بتحل لك مشكله تانية ان انت لو داخل على شنداد او يونت باكنر بيشيلد وسيف يعني لما تدوس الأسكلية كارنج اللي هي رقم ثلاثه دي عندها بلوك بريك عالي وبتطلع دمج محترم جدا لو الهيرو ما اعلكش اليونت ساعتها يعني من احسن البايكات الفيرستايل اللي هي تمشي معاك في موقف كتير يعني بعد كده ننتقل للتير فور بيست كافري أه طبعا هنا في اختلاف بسيط جدا وهو ان انا ممكن بعد البف اشيل الدبر اكس واحط لك السباي فدي حته برضه ايه اتمنى ان انا افتكر اعمل لها في الفيديو ولكن لو ما عملتلهاش ايديت في الفيديو ولقيتني نازل لك فيديو بعد دوت بتكلم على السباي ان هم اس إيه تير فاعرف ان هم هيبدلوا الدجر اكس المهم ايه المميز في الدجر اكس عشان يخليني احطهم لك اس إيه يعني إن, ان انت لو معاك كتير فايف دوكترينز ايبك دوكترينز على التشارج خصوصا كول داون دوكترينز فبتشتغل على ان التشارج بتاعتهم والكول داون عارفين بتنزل لك الاثنين لحوالي 15 او 20 ثانيه تمام فاللي هو مثلا انت بتعمل تشارج وتستنى 10 ثواني ومعاك كفر كوماندر عوضنا ما تخلص الكفر كوماندر انت معاك تشارج تاني وهكذا فاليونت ديت لو ما ماتتش منك فهي جميله جدا ككونستانت دامج بالنسبه للكريكز برودرز فالموضوع مختلف شويه ان كريكز برودرز يعتبروا احسن يونت في البي في اي فيرسز مثلا الباند تريد لو انت عايز يونت تعمل لك كلير للباند تريد وتجيب لك كلات وما تخسرش فيها كتات لان هي مش هتموت منك فكريكز برودرز طيب ايه المميز في الكريكس برودرز الكريكس برودرز بيهيلوا سبع مرات كل هيل بحوالي 30 او 35% من اتش بي سمعت الرقم سبع مرات طيب لو انت لسه في الحيوان الجديد فانت ده مستغرب وانا انصحك انك تروح تشوف الفيديو عشان تعرف التركيه اللي بتخليك تهيل سبع مرات ولكن لك بسرعه هنا لو انت ايه حابب تفهمها يعني انت لما هتدوس تشارج خدت هيل ما تسيبش التشارج يقف لوحده وقفه انت بالاكس هتاخد هيل كمان لما تدوس الاسكاليه رقم اتنين هتاخد هيل ما تسيبهاش تخلص لوحدها دوس اكس هتاخد هيل تاني نفس الكلام في الاسكاليه رقم تلاتة تقولي انا مش شايف الاسكاليه رقم تلاتة هقول لك الاسكاليه رقم تلاتة بتيجي بحاجه اسمها فيوري, س... فيوري سترايك او فيوري سترايك دكتور كده بتفتح لهم الاسكاليه رقم تلاتة مش مكتوب عليها خالص انها بتهيل ولكن انا بقول لك هي بتعيش مرتين مره لما تضرب الاسكلاية مرة لما تدوس اكس بعد ما تضرب الاسكلاية خد بالك بقى ان انا بسترس الموضوع الاكس دوت في اي حاول تفهموا معايا بعد اي سكلاية وانت بتلعب بالجريكز برودرز دوس اكس هيهينه تاني بيهينه مرة عند بداية اي سكلاية ومرة لما تدوس اكس خد بالك بقى في غلطة متغلطهاش وهي ان انت عملت تشارج ما دوستش اكس وانت داس رقم 2 كانت ضيعت الهيل التاني على الاتشارج تمام افصل ما بين كل سكلية والتانية باكس خد بالك ان انت مش محتاج تستنوهم يقف في الفورميشن بتاعة الاكس اللي انت دوستها انت بس مجرد ان انت دوست اكس هم هيينه فاللي انا بقوله لك اضرب السكلايه دوس اكس خليهم يهيلوا ونط على السكيل اللي عادي مش مشكله فهو هيفضلوا يفايتوا ويهيلوا لو مفيش حاجه بالطبع انا مش عالي قوي عليه ومش هيعوضه منك يعني انا عن نفسي انا مثلا بلعب يوم البند تريد نادرا جدا 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 لما بخسر لي اثنين ولا ثلاثه على سكر منها. يعني في معظم الاوقات انا بخلص البند تريد ومفيش ولا واحد منهم مات. يعني تقريبا 80% او 90% من اللي جايين انا بلعبه. طيب بعد كده ننتقل للاس تير رينج وهنا برضو نفس الكلام ممكن يعني نزود على الإمبريال ارشرز والامبيريال اركبيوزرز ان لونج ودي وش انا اعتقد يعني من قبل ما اجربهم اصلا من البي تي لما عملنا لهم تيست فهم حلوين جدا جنين جدا ولكن مش اوبي قوي زي ما انت متخيل على الكافري يعني هم لازم يكونوا بيضربوا على كافري عندهم شلل ماشي يعني لازم الكافري ده ياخد سلو يقف مكانه شويه فاهمني لو هو كافري بيتحرك صعب جدا ان السهم يضرب فيه يلاند عليه يعني الاكيرسي صعبه ف يعني باختصار شديد اللونج طبعا فائدتهم معروفه ان هم بيقفوا ورا رينجهم اعلى رينج في اللعبه وده محترم ودلوقتي مع الماستري هيدو سلو على بعض اليونيتات يعني زي الكافري فا يونت جدا 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 ككفر بس اتمنى ان مش كي كله يلعب بيها يعني لقيت مثلا التيم بتاعك فيه ثلاثه اربعه لونج خلاص دول كفايه ما تنزلش الخمس نفس الكلام ينطبق على الامبيريال ارشر ولكن الامبيريال ارشرز فائدتهم ان هم بيطلعوا دامج عالي قوي 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 على الارمورد تارجتس وخد بالك بقى من هنا كده انا بقول لك ارمورد تارجتس مش مش تارجت بشيلد عشان في فرق يعني ايه ارمورد تارجت؟ ارمورد تارجت يعني شخصيه بتروع زي الريبر زي الموداو زي السالادرز فاهمني؟ لكن الانتيريا نقطه ضعفهم زي اي سهام وزي اي رصاص ماسكتس يعني ان الشيلد بتمتص الدمج بتاع السهم بتاعه فلما تلاقي شيلدات ملهاش لازمه الانتيريا اشرز اللازمه الثانيه برضو اللي خلينا احطها لك وهي السكيل رقم ثلاثه لما بتقفل عليهم ماستري السكيل رقم ثلاثه اسمها سنايب بتخليك ترمي ثلاث مرات على تارجت محدد قوي يونت مثلا معينه في وسط الزحمه كده انت عايز تعمل لها سنايب ماشي؟ او هيرو استنوا ودوس عليه رقم ثلاثه خلاص ده مات او لو هو وقف في مكانه واحد مثلا واقف في الضروره ورا كده وماسك مدفع ولا باليستا وانت شايفه في الرينج بتاع السهام بتاعتك دوس عليه ثلاثه هيرمي سام مره اتنين ثلاثه هو مش هيلحق يرياكت فاهمني؟ يعني هو عشان يدوس اف ويسيب المدفع ويدوتش دي صعبة شوية، لو هو مش متوقع الضربة خلاص ده مات. اليونت اللي وراهم هتكون الامبيريال ارك بيوزرز. الامبيريال ارك بيوزرز فايدتهم ان هم لما بيعملوا فولي الفولي بتاعهم مدمر. مدمر مدمر بمعنى الكلمة يعني. ولكن نصيحه مهمه جدا لو لقيت الدنيا بتشتي ما تنزلش بيهم لان الفار بتاعهم بيضرب في الارض جميل طيب الامبيريال ارك بيوزر يعتبر عندهم اكيرسي عاليه جدا احسن اكيرسي في الموسكيت جوه الفولي خد بالك جوه الفولي لو دوست بيهم دي بي مليش دعوه معرفكش الفولي بتاعهم الفرق بتاعه عالي يعني بيطلع بونص دمج على الكافري ومش عايز أقولك ان هو بيشيل اليونيتات قدامك لو ما عوش شلدات اليونيتات اللي قدامك دي كلها ماتت اديهم بس خمس ثواني الرصاص يطلع وخلاص بعد كده ننتقل لليونيتات الانفنتري طبعا احسن يونت انفنتري تير 4 ممكن تلعب بيها هي الووي مانشن جاردز وعشان كده هتلاقيني عملت لك فيديو قبل كده بقول لك ان السيزون بتاع الوي مانشال جارد والجوي جي هيفي كافري يعتبر اس تير سيزون لانه هيديك يونيتيل اللي اس تير اللي احلى من بعض بصراحه الووي مانشال جاردز فيهم ثلاث حاجات سبيشال واحد بيهيله في وسط الضرب خصوصا لو معاك دكتورين الدكتور هيهيله الضبي او كيتش اكتر يعني الحاجة التانية أو التانية إن هما السويد بتاعهم عنده بلوك بريك عالي فما عندهمش مشكلة خالص إن هما يخشوا على شلدات يهزقوها ليترلي الشلة هتتهزق تحت الجونجي سوري ال الووي مانشن جارد الحاجة رقم ثلاثة إن هما السكيلة رقم اتنين اللي هي سويد بتأثر قوي ومزعجة جدا بالنسبة للهيروز بتكنسل أي سكيلة للهيرو وتزقه توقعه فمثلا مثلا في نسبة الداي يقول لك ده دخل عليا ميلي وقدام ميلي وبعد كده قام داخل ضرب التم وقع اليونت فالوي مش هتعرف تعمل كده كهيرو اول لما اول لما انا هشوف داخل عليا بالهيرو انا هدوس رقم واحد وبعد كده رقم اثنين ازقك وكتسلك لك الضربه اللي انت هتضربها لي دي غالبا هتكون الت يعني واوقعك في الارض انت مالكش لازمه جميل عشان كده هم يستير ودمجه عالي على جميع الميتات لو ما فيش حد عامل لك فوكس انت هتخش تاكله تهيل تخش على اللي وراه اسكلتهم زيرو كل داون حرفيا ثلاثة ثواني كل داون ولا حاجه انت بتدوس واحد اثنين تستنى ثانيتين واحد واثنين وهكذا اليونت اللي وراهم هتكون جافلين طبعا فيه ناس في ناس معترضه ان الجافلين في الانفنتري يعني ولكن هم محطوطين كده يعني في الـ هتلاقيهم في الانفنتري يعني, يعني مش مش في الرينجت ليه اخترت الجافلين سارجنت مش الامبريال؟ الامبريال جمال انا ما عنديش مشكلة خالص لو انت تحب تلعب امبريال الامبريال جمال امبريال جافلينيوز جمال انا ما عنديش مشكله ولكن ليه السارجنتس لان هما عندهم انفينيتي امو لو انت عرفت تقتل التارجت بتاعك كل جافلين هيقتل تارجت هتاخده تاني مش محتاج ترجع للسبلاي عشان تاخد امو ده المميز قوي فيهم بلس إن أنت لو فضلت بتستخدمهم مع كل رمية ومع كل كلية دمجهم بيزيد. طبعاً لو معاك الماستر بتاعتهم. جميل؟ فتعتبر أحسن يونت جافلين ممكن أي حد يلعب بيها، خصوصاً إن عندها بيرس دامج من الجافلينز لو أنت في لوكشة قدامك عايز ترمي خلاص معاهم تلات سكيلات أو أه تلات سكيلات بيرموا جافلينز من ضمنهم سكيلية بترمي مرتين. دي مدمرة لو اللي قدامك ما عندوش شيلدات دي مدمرة دي أتنته خلاص أي يونيت اللي وراهم هتكون امبيريال شيلدز طبعا الإمبريال شيلدز هم هنا يعني مش هما كويسين قوي ولكن عشان ما فيش غيرهم يعني ما فيش حد ما فيش يونت تانية تانية زيهم شيلدات تقفلك في فرونت أو تنيت البوش عشان كده هم أحسن شيلدات ده باختصار شديد يعني عشان ما أطولش عليه الامبيريال بايكون هنا بسبب الادفانس بس جميل لو انت مثلا عملت لهم انهانس برضه بالماستري عشان تعمل انهانس للادفانس فالادفانس سكيلية رائعه جميله بتاثر على يونيتات تقريبا كل يونيتات اللعبه مع الشندات فهي سكيلية او بي بصراحه فري نازل طبعا بالنسبه للكامري، فانت ما عندكش تير 3 كويس للاسف يعني خالص فهنط على طول على التيرتو. اللي هم مين بقى؟ الايرون كاب سكاوتس اللي هو بالسيوف والايرون كاب رايدرز اللي هم بو بو بومن رايدرز طيب ليه الاثنين دول كويسين؟ طبعا الاثنين دول لو طلعت يوم حاس كده من غير ماستري فما لهمش لازمه ما تلعبش بيهم لو انت جبت الماستري الاثنين هاويفر فالاتنين كويسين جدا جدا في مده والتخيل يعني عندك مثلا الهيفي سكاوت كافري هتشوفه في الرانكد كتير في الهاي الو لان هم سراع جدا السكنات بتاعتهم كويسة بيقتلوا هيروز عادي مفيش مشاكل لو وصلوا للرينجد فالرينجد ده اعتبره مات دمجهم عالي جدا 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 لدرجة الضربة بتاعتهم ممكن توصل 9000 عادي ده عيون الفضرة ضربتها توصل 9000 ماشي وممكن 8000 7000 على هيرو عادي اليونان اللي جنبها اللي هي البومن رايدرز آه ممكن تعتبرهم مين رايةً. طبعا انت مش كتير لان هما برضه في النهايه سهام خضراء فدي حاجه ضعيفه يعني ولكن لو انت معكش ليدر شيب وعايز تفل خلاص لاخر تسعين 90 ليدر شيب معاك ممكن ترمي من ديت لان هي تعتبر فعلا ميني وعندهم وع سكلايه او دكتور يعني بتخليهم يهدفوا سهام نار فدي برضه افكتيف اللو الو او في اول اسبوعين في السيزون برضه هتحب اليونت ديت ساعتها يجي طبعا وراهم الزكاليم اذا كان ااا يونت جميله جدا لان هي بتطلع نور الكور بتاعتها وممكن تظبط الكور بتاعتها على حاجه من اثنين يا اما تخلي الكور ديت تطلع بلانت دامج وده مش, مش افكتيف بصراحه يعني لو انت بتلعب السفناري مثلا هقول لك اه خلي الضربه بتاعتك تطلع بلانت مش اكتر من البرن ده حاجه كويسه لان هو بيعملوا كونتينوس ستريم من البلانت والفاير مع بعض لكن على الزكاليان البلانت بتاعهم في الفرقعه في لحظه تكون الكوره دي على العدو بس فما تزودش البلانت دامج انت زود البيرن عليه جميل اللي هو بعد ما الكوره دي تقع على الارض تعمل نار تفضل موجوده اكتر وقت ممكن على الارض بتطلع نار كل ما حد يخش فيها ترى ياخد دمج ده احسن استخدام ليهم يعني طبعا الكيرف بتاعهم مش حلو قوي زي الشينجي فمش مش هتعرف ترمي الكور دي من فوق الحيطه ولكن كيونت ب 170 ولا 175 ليدر شيب فهي كويسه جدا يعني خصوصا قدام الموبز فاهمني لما لما الانمي تلاقيه مثلا لزق في بعض وكده فالزكالن هيعملوا لك كلير من مي دي خالص ياتي وراهم طبعا احسن يونت رينجد واكتر يونت رينجد في كير دوت هتشوف في الرايكت وهي الراتن ماركس اللي بعد اخر ابديت وبعد المستري بقوا حيوانات ليترلي يعني آه معاهم بويزون البويزون بيدي دي سلو البويزون بيستات بيضربوا بسرعه قوي خصوصا لما تضرب الاسكيلار رقم واحد لو التارجت بتاعك ثابت ما بيتحركش بص الاسكيلار رقم واحد هتنط السهام عليه برضه ان العلم بالشيء لان دي انا مش حاططها هنا وهي السيرفس برضه تنويه سريع كده ما اعرفش انت شفت الفيديو بتاع السيرفس ولا لا ولكن ال السيرفس عندهم الابيلتي لما تقفل لهم ماستري ان هم ينيجيتو البويزن والبليد والبيرن افكت فبيكنتره للاسف الراتن ماكسمن والزكاني ميليشا مش بيكنترهم قوي يعني بس على الاقل انلوا الدمج بتاعهم للنص ماشي اللي هو انت مثلا ماشي عمال بليد عمال تنزل 500 اتش بي 500 اتش بي هو هيوقفك البليد او البويزن او البيرن بتاع الليث دي كلها برضه لو انت جديد خالص في اللعبه نوفي يعني وما تعرفش ان في بليد فاحب اقول لك ان انت في سيزون واحد في يونت اسمها نبخن ان دي بتحكي في سؤال بتعمل بليد المهم ننتقل لاخر يونت عندنا في الانفنتري انا بصراحه في الانفنتري ما لقيتش غير اثنين وقررت احط لك منهم واحد جميل لان هي دي فعلا فيرستايل يعني وهي Guards جاردز Perfection جاردز عندهم طبعا الاسكندريه اللي هي طبعا السكيل رقم واحد تشارج زي اي تشارج عادي والسكيل الثالثه كوفر كوماندر زي اي كوفر كوماندر عادي كانت اول عليها ولكن النقطه في الدريل الدريل هيخليهم يعملوا ايه؟ يتشارج بالشيلد اقرب تارجت ليه موته يتشارج تاني على اللي وراه موته يتشارج على اللي وراه وهكذا وطبعا بياخد اتاك سبيد موفمنت سبيد واتاك مش زياده طول ما الدريل شغال فعشان كده لو انت شفت الفيديو بتاعهم في الماستري او الفيتل سي 3 يعني عايزين يمشي في خط الدرير لان الدرير يعتبر اهم سكيل عنده التكه بقى اللي الناس مش عارفاها برضو ان انت لو دخل عليك حصانه ما تعملش تشارج ولا تعمل كور كوماندر انت بس حاول تستنهم كهيرو ودوس اتنين هم هيجروا عليهم بالشيلدات الشيلد بلانت دامج البلانت دامج بيوقف الكبر ده برضه معلومه لو انت تعرفهاش يعني عشان كده ان لو انت بتلعب بالبيفيس هتحس اول ما اللي انا قلتها دي وهتفهمها لو انت بتلعب بالبيفيس وفي حصانه قدامك لو انت ضربتها البولت العادي البولت العادي بيرسنج ما بيوقفش الحصانه لكن لو قلبت على السكيل رقم ثلاثة او 2 مش فاكر اللي هي بتخليهم يضربوا بولتات بلانت دامج جميل دي بتوقف الحصانه فدي معلومه ليك ان البلانت دامج بيوقف الحصارة طب مين عندك تاني بلانت دامج عشان خدت المعلومه كامله بالمره يعني مش عارف انا هنا بعدين اللعبه من الالف الى الياء في الفيديو ده بس ما عليك الفالكونيتي بلانت دامج هيوقف الحصار السيفوناري بلانت دامج هيوقف الحصان طبعا الفرقعه بتاعت الزيتاليان ضعيفه قوي فهتتحسب على الكافري اللو تير اللي هم الخضر البيفس بلانت بولت هيوقف الكافري رصاص هم عاملوا شويه ادجستمنت في اللعبه خلوه بيطلع بيرسينج بس ولكن بيوقف الحصان لان صورة يعني دي رصاصه فلو جت في صح بيوقف بعد كده انتقاله سريعه للاوبشنال يونتس ومش معنى ان هما اوبشنال ان هما مش اس تير ولكن كل واحده فيهم عندها عيب عشان كده ما حطيتهاش فوق وقلت لك دي اوبشنال يعني دي في الوقت المناسب في المكان المناسب مع واحد بيعرف يلعب بيها فهي اس تير. طب في خلل في الحاجات دي فإن مش اس تي وهتلاقي في بسرعه وانت مش عارف تعمل ايه احسن مثال على كده الازبس الازبس مثلا جميل جدا طول ما التارجت اللي قدامك تارجت واحد يعني مين في واحده يعني وفي وشك لو لفه حواليك اللون دي مالهاش لازمه ليه الكاونتر سترايك انت هتضربها وتسيبهم خالص يخشوا مثلا على بايكات اوديك مثال احلى كان في فيديو كنت منزله برضه الازبس قدام الادفانس بتاع الفيريال كل اللي انا عملته ان انا وقفت في وشه دوست اتنين بس انسى بقى اليونت دي خالص لان انت لو دوست اي حاجه تاني اكس ولا في ولا بتاع هتنسى السكيل دي وخد نفس الكلام ينطبق على الدليل مود بتاعت البرفكشن كوز لان دي حاجه في ناس كتير جدا ما تاخدش بالها منها لما تضرب سكلايه شبيهه بالدريل مود انها بتديك بف وبتخلي اليونت دي تضرب بطريقه معينه ما تديش اي اوردر لليونت والا هتكنسل السكيل الكلام ده ينطبق على الريبرز في السكيل بتاعتهم في الدرين مود بتاع البروفيشنال جاردز والازبس والبالاس جارد اللي هي اللي جاي اللي هنتكلم عليها ان شاء الله تمام فنرجع للازبس بالنسبة للازبس السكيلتين جمال جدا اللي عايزك تتعلموا السكيلية اللي هي رقم ثلاثة أنا دوست اتنين وقفت في الأدفانس لحد ما كل عسكري منهم خد خمس ضربات هنا انت عندك اوبشن من اثنين يا اما تسيبهم هم لوحدهم هيضربوا السكلايه او يعملوا لها اكتيفيشن فور ذا سكند تايم ويبداوا يلطشوا في اللي قدامهم او انت تفعلها مانوال لو انت حسيت ان خلاص شحنت خلص ضربات شحن على كل عسكري من عندك اكتفها انت مانوال مفيش مشكله يعني فطبعا اليونت دي هتكونتر اي يونت 1 في 1 بتضرب ضربه مش بتوقع الأزبس في الارض لان لو الأزبس وقعوا في الارض مات ودي نقطه ضعفهم ونقطه ضعفهم الثانيه ان لو الانمي لف حواليه ففي الكاونتر سترايك انت بتبلوك او بتنيجيت الدمج اللي جاي من قدامك لكن من ورا من الجناب لا هيجي فيك عادي وخد بالك ان انت ما بتضربش في الكونتر سترايك فانت بتاخد دمج وبتضرب وبتموت وما اي حاجه فدي نقطه ضعفهم ايه اليونت اللي وراهم هتكون البلاس جاردز بالنسبة للبلاس جاردز قوة البلاس جارد قوة البلاس جارد بتكمن في السكناية رقم اتنين اللي هي جارد ذا ثرون لما بينزلوا يعملوا بريس في الارض اول ما بينزلوا تلات ثواني مفيش دمش حتى لو تشارج كفري في وشكم مش هياخدوا منه دمش جميل الماستري طبعا بتعمل انهانس للجارد ذا ثرون وبتخليها تاخد كل داون لما انت تضرب يعني انت هتنزل بريس تضرب شويه جمعت كل داون قوم اضرب شويه حسيت محتاج بريس تاني انزل بريس تاني وهكذا دي طريقه لعب اليونت او البالاس كارد يعني اللي هم تعتبروا شيلدات بتديفند نفسها كويس وبتطلع دامج مقنوع اليونت اللي وراهم هتكون ولي المفاجأة الديميسن شينز أو الديميسن سبيرز برضه لو أنت جديد خد بالك إن الفرق بين السبير والبايك السبير بيبقى معاه شيلد البايك بيبقى طويل ولوحده دول الديميسن سبيرمن المميز فيهم بعد الماستري البلوك الرهيب نقطة ضعفهم إن هما بيتحرقوا ما عندهمش أرمور جميل فلو أنت التيم بتاعك محتاج شيلدات وانت معاك 100 ليدر شيب متبقيه خد دي كاحسن شيلدات لو معاك 130 خد بقى مين؟ الايرون كاب سبيرميل دي اليونت الثانيه اللي انا لما كنت بتكلم على البرفكشن جاردز قلت لك عليها بس ما قلتش هي مين اليونت الثانيه ليه الايرون كاب؟ لان الايرون كاب لو انت فتحت لهم ماستري ايرون كاب سبيرميل لو انت فتحت لهم ماستري بياخد ضربه والضربة اللي وراها بلوك ضربة والضربة اللي وراها بلوك أو بيعمل لها نيجيت أو بيعمل لها دامج ريدكشن وبرضه بياخد ريديوس دامج من ثلاث حاجات بويزون بليت وبر حرفيا هياخد نص دامج لوحده كده من غير أي حاجة بسبب الماستر بتاعته وأخيرا طبعا الجمال الجمال فايدتها إن أنت يعني أنت مثلا بتأتك وخير ان هم جعلوا خير لقيتهم بيفتحوا البوابة وفي دخارة بيض طالع عليك وورا كافري كتير طبعا انت يبقى عندك اوبشن من اتنين يا اما تلعب كافري قدام كافري وانت ورزقك يا اما تقلب بايكات والبايكات لو اللي قدامك عرف يدوج طبعا من الاوبن فيلد الفيلد مفتوح فهيلف حوالي البايكات بتاعتك ويشوف له اي تارجت تاني يعمله تشارج هيشيل زميلك من الاخر فالجمال بتمنع دوت بشكل افضل شويه من البايكات ان انت بتدوس اتنين وبتسيبها في نقطه ضعف عند الحصانه ان هي لما بتشوف الجمال بتسهل بتقف اكنك ضربتها الت بالهيرو فلما انت بتدوس اتنين وتخش بالجمل في فرقه الحصانه بيوقفهم بياخدوا ضرب وبياخدوا كريتيكال بس برضو دي جمال عندها سكيل بريس طب انت ممكن تستغرب الموضوع ده لو انت جيت في اللعبه بس الجبال دي تنزل على رقابها كده في الارض وتعمل بريس عادي مفيش مشكله البريس دوت من اطول البريسات في اللعبه لو في حصنة جاية تعمل تشارج في البريس دوت هي هتختفي حتى لو هاسرز من بعيد بما ان احنا جينا سيرة الهاسرز فننزل على الهاسرز تحت برضو دول من الاونربول الهاسلز يونت جميلة جدا 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 ودمجها رائع مشكلتها الوحيدة ان انت محتاج اوبن فيلد ومسافة تعمل منها تشارج انت ليترالي محتاج تدوس تشارج وتمد الخط للاخر جميل ويفضلوا في التشارج دوت على الاقل ست ثواني عشان يوصلوا باكس دايش كل ما سرعتهم بتزيد في التشارج دمجهم بيزيد هتلاقيهم بيفلشوا ابيض ثلاث مرات لحد ما يبيضوا خالص وهم في التشارج كده وصلوا للماكس مش عشان يوصلوا لهذه الاستيت محتاجين يقعدوا بيعملوا تشارج قبل ما يغطوا في الانمي ست ثواني طبعا ده صعب فعشان كده هم في الاونر منشنز ولكن لو في خريطه تسمح لك انك تعمل كده فهم جمال اللي اللي هتقول هل الشيفاليه وفي ناس كتير قوي 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 مختلفه معايا في الشيفاليه ولكن انا شايف ان وجه الاختلاف دوت ان هو مش مظبط يونتاته كويس لان الشيور دي يونت مكلفه جدا 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 إنترن ان هي تبقى يونتين بتلف يونتين وبتحط دكتورينز على يونتين وتتعلم تلعب بالاثنين مع بعض الحلو في دول دي بالنسبه لي ان انا بحب العب بيهم تنكات لما بلعب بيهم تانكات بيبقى هما تقريبا شبه الشيلدات اليونت الرينج اللي دورهم اللي هي غالبا بتكون الاربالست الاربالست اللي هي الكروت بو الرير الزرق الثري ستار معلومه صغيره لو انت ما بتعرفش اول مره تتعامل مع الشيفاليه فالشيفاليه بياخدوا ريتون يونت او كومبانيونز يعني يونت ماشيه معاهم وراهم ما بتتحكمش انت فيها بتبقى حاجه من ثلاثه او حاجه من اربعه بس انا بقول لك ثلاثه ان الرابعه دي مش هتحبها التلاتة هم الاربالست الزرق والديمسن الخضر كوزبو برضه كوتيرس تقريبا او مش عارف اسمه مين اللي الحصانه الخضراء اللي بايكات ماشي اللي برماح سبيرز يعني اخر يونت هتكون الفلاحين اللي بشوكة ولكن دي يونت تعتبر من افضل اليونتات اللي ممكن تلعب فيها لان هي فيرساتايل وبتمنحك كفر ورينجد وكافري في نفس الوقت يعني انت شفت الموقف يحتاج تشارج دخلت تشارج الموقف محتاج رينجد فانت هتلعب بالرينجد الموقف محتاج ان يونيتاتك تبقى تانك قوي وتصد بس ضربات عبد ما الرينج دي يتصرف انت تمام اصل اللي معانا وهما المسكتورز او مش عارف اسمهم ايه هما الجلاديتورز يعني اللي وسيف دو دول اليونت ديت يعني مش عارف اقول لك ايه بس هي اليوم لازمه السيزون دوت عشان السيزون دوت في ميتا بايكات ودول بيكونتر بايكات ليه؟ بيخش يعمل تشارج يطير اللي قدام يسكت لا يعملها تاني يعني التشارجر بتاعته بيضرب ضربتين بعد كده خلص الضربتين يفايت؟ لا ما يفايتش يقوم راجع مكون فورميشن مكان ما هو طير الانمي فهو تقريبا خد مكانه ويهيلوا جوه الفورميشن ده لو انت مفيش هين يعني ومزنوق خالص ممكن تسيبهم جوه الفورميشن ينطلوا يهيلوا او يضربوا يهيلوا جوه الفورميشن يعني الهيل بتاعهم ما بيقفش لما بيتضربوا طول ما هم في فورميشن بيهيلوا حتى هو ما بيضربوا فدي برضو ايه ميزه ليه بالنسبه لي طبعا انا بلعب, بلعب دي اجريسيف او في الخط الاوفنسيف ان انا بنزل الكول داون بتاع التشارج بتاعتهم قدر المستطاع لان ده دا المين دامجنج سكيل بتاعي في ناس بتحب تلعب ام ديفنسيف بس يعني انا مش شايف ان اليونت لازم اه اه هيسرفايف معاك ولكن لو اتمسكت خلاص انت مت اليونت الاخيره معانا في الاونربل والمفروض تطلع اس إيه تير بس انا للاسف الصوره ديت أه قديمه شويه احاول اظبطها واعدل فيها واطلع لك دول اس فوق، يعني دول زيهم زي الكوين نايت والسان وورد والموداو مش مش مجرد اه والمنشنز، لا دول فوق، ماشي؟ السالادرس تعتبر احسن يونت جارد ممكن تحصل عليها واحسن دامج ممكن تحصل عليه حاليا، اليونت دي بتكونتر الريبرز بتكونتر الووي بتكونتر الكوين نايتس بتكونتر الموداو بتكونتر جميع اليونيتات المين بلا استثناء انكلودنج الامبيريال بايك ليه؟ عشان السكنتين بتوع كل ما تضرب اي سكلاية هتاخد من 40 ل 50% ده مش ريدكشن على حسب الخط بتاع الفتريتس اللي انت ماشي فيه زائد ان مشهم عالي جدا زائد ان كل سكلاية بتديك مش بتديك بقى هي بتريموف السيسي اللي عليهم بمعنى لو جاء هيرو مفترن اعطاك الت اليونت دي تسود بالأرض أنت بس الاسكيلاري رقم واحد هيقوم كانت عملت له ايه؟ تنسلت السي سي عملت ريمو للافكت بتاع الكراود كنترول اللي كان عليه. وده حاجه قويه جدا على اليونت ديت واتمنى انك تتعلم تستخدمها صح ان انت مش مجرد ان اي حد حاسس ان هيخش عليك فتقوم ضرب السكيلاري بسرعه لا تسيبه يخش عليك تسيبه يضربك بالسكلاية وقعهم لك بعد كده اضرب السكلاية وقوم عليك عليه بس بما ان انا برضه شلت السوادرز من هنا فيعني الريبرز يستحقوا الذكر ان هما بياخدوا 60% ديفنس فطبعا دي يونت او بي جدا وجميله جدا خصوصا لو انت لسه بادئ اللعبه لان الناس الجديده ما بتعرفش الكاونتر الريبرز ازاي الريبر لازم تعمل له بيرس دامج يعني حاجه كده دامج سريع قوي مره واحده تموته غير كده هو مش هيموت وهيفضل يهيل ويضرب سكلاته ويفايت عادي واقول لك على حاجه بقى ال 60% ديفيس اللي على الريبر بيتجددوا كل ما يضرب سكلات سواء للتايجر ستيمب او للتشارج وبس كده وصلنا لنهايه هذا الفيديو اتمنى ان انت تسيب لايك لو عجبك هذا الكود